كنشملو جناوح ديال الدجاج، كنديرو المليحه الابزار، كنديرو سكينجبير محكوك، كندير واحد المعلقه ديال الثومه كتكون اما مقطعه رقيقه ولا محكوكه، كندير واحد المعلقه ديال الزيت ديال الجنجلان الا كاينه، الا ما كايناش ماشي مشكل، هي كتزيد واحد اللذه. كنشرملو الجناوحات ديال الدجاج مزيان وكنخليوهم في الثلاجه، من بعد كنزيدو عليهم واحد تقريبا 80 غرام ديال المايزينو وكنخليوهم في الثلاجه. كنسخنو الزيت مزيان وكنقليوهم نص قليه قبل ما يتحمروا، كنحيدوهم وكنخليوهم يستقطعوا، في حين ذلك غادي نمشيو نوجدوا لاصوص ديالهم اللي كتجي بنينه وغزاله. كنقليوهم نص قليه كيف ما كتشوفوا، كنحيدوهم وكنخليوهم يستقطعوا من الزيت حتى كيبردوا على خاطرهم، باش ملي كنقليوهم المره الثانيه كيجيو مهرمشين وغزلان ومكرملين. نوجدوا دابا لاصوص، كنسوطيو شويه ديال الثومه، انا كنطحنها وكتجيني سهله، كنشحروها شويه، كنزيدوا عليها تقريبا واحد ربع ديال المعالق ديال الصوجة، كنخلطوهم مزيان. من بعد كنزيدوا عليهم واحد لاصوص ديال المحار اللي كتكون موجوده في لي سوبر مارشي، واحد جوج معالق كبار اللي هي كتبنن، وكنزيدوا واحد تقريبا 3 حتى 4 ديال المعالق ديال الكيتشوب اللي حاره، صلصه الطماطم الحاره ماشي الحلوه، كنخلطوا مزيان، وكنزيدوا عليهم واحد تقريبا واحد 80 غرام ديال الاناناس مقطع صغير اللي كيعطي واحد الحلاوه زوينه، وكنديروا هذا الليمون الاخضر، كنديروا واحد نص ليمونه كنعصروها على لاصوص، كنحركو مزيان وكنخليوها كيتقلى على نار بهيله، كنزيدوا واحد جوج معالق ديال السكر باش كتجي حلوه وحامضه ديك لاصوص، وكنخليوها كتقلى مزيان حتى كتولي تقريبا نص وكتولي خاتره كيف ما كتشوفوا معايا. فغنمشيو نقليو الجنيوحات للمره الثانيه، تكون النار الزيت تكون سخونه، كنقليوهم مزيان حتى كيوليو محمرين ومكملين، كنحيدوهم وفي نفس الوقت كنخليوهم هكاك سخان، وكنلوحوهم في ديك لاصوص، كنديوهم ونجيبوهم باش كتشرب ديك لاصوص مزيان وكتجي بنينه بنينه. هذه الطريقه اللي كيديروها في المطاعم، كتجي غزاله بزاف. فهنا غادي نطيب الرز، غادي ندير واحد نص بصله ونص فلفله مع ديال ورق سيدنا موسى والثومه مليحه والابزار، غنخويو الرز وغندير واحد الكاس ديال نص كاس ديال الزعفران ونزيدو عليه الماء ونغطيو ونطيبو الرز ديالنا اللي كيجي غزال وكيجي الرز محبب ما معجن ما حتى حاجه. فهذا كتكون وجبة ديالنا واجدة، واللي هي كنتمناكم تجربوها بالصحة والعافية.